هلا المشروع السابع كامل رح يكون على بامب سنترفيوجال بامبس. وبامكانكم بالسنترفيوجال بامب مثلا تعمل سيستم انترستنج سيستم، مثلا يكون في تانك، في مجموعه طلاب مثلا عملوا الفصل الماضي مثلا حط هون سنترفيوجال بامب. ممكن حتى تعمل كنترول سيستم كامل، يعني تاخذ الليفل تبع الليكويد وبعدين تصير تغير الفلو. هذا هاي مشبوكه، يا اما تكون مشبوكه على دي سي موتور يا تكون مشبوكه على سكرول جيج اندكشن موتور مع فيربل سبيد درايف. فيربل سبيد درايف هدول بس الاختلاف بينهم الاثنين. هذا هون الدي سي موتور هون جاي من مجموعة بطاريات. مثلا احد تطبيقات موجود هذا في سولر، هلا مرات بيعملوا محطات ضخ مي في مناطق نائية ما فيش كهرباء، فبكون هذا بعطيك سولر بدك تبني انت. هلا هون انا هون فيش حاجة اني اعكس هذا، فصار هذا عبارة عن تشوبس بس بغير السرعة تبعته، بغير السرعة بحيث يحافظ مثلا على الليفل او ليفل معين من الفلو. تحكم بالفلو، فلو كنترول. خلينا نفترض انه بهذا السيستم او بالسيستمز الاثنين فيريبل هيد فيريبل فلو. اوكي ماشي واضح. هاي بدي اتحكم الان في الدي سي موتور بحيث اني اغير الفلو على فيريبل هيدز مختلفه عن طريق البامب. مثلا الفاريبل اللي بتحكم فيه هو الليفل تبع الليكويد. والهون عندي بهاي الحاله هذا راح يكون اي سي موتور، هون 3 فيز سكرول كيج اندكشن موتور، هون عندي 3 فيز سبلاي. شغلت هاي الهون. عندي بعدين 9 و10 عندي هون فان. اثنتين فانز، الفان الأولى في عندنا تانل، الفان عمالها بتحاول تتحكم بالفلو. هلا أنا هذا ما عمري عملت له موديلينج، برضه جزء من هاي تطلع تشوف هون تقدر تعمل موديلينج لهذا وإيش الفرامتر اللي بدي أحاول أتحكم فيه، مثلا سرعة الفلو تبع الهواء في هذا التانل. وهاي الفان هون مشبوكة على، في الحالة الأولى راح تكون ماخذة من variable frequency VF drive هون 3 phase. الثانية الحالة الثانية اللي هون variable voltage drive، راح احكي عن variable voltage drive. كمان هذا squirrel cage induction motor، squirrel cage induction motor 3 phase drive. جزء من الموديلينج نعمل موديلينج للفان اللي موجود هون. 11 روبوتيك ارم. الروبوتيك ارم اظن تقدر تستفيدوا اللي ماخذين كاد ديزاين، اشتغلت روبوتيك ارم في السيميكانكس؟ لا اوكي. هلا مثلا هاي نعملها 5 او 6 ديجري اوف فريدم. او شوفوا انتم ايش الروبوتيك ارم مثلا بدك تروح على. هلا ممكن بالروبوتيك ارم مثلا تروح على مين ماخذ روبوتكس؟ اخذ روبوتكس اخذتوها. طيب يعني يمكن يكون فكرة حلوة بالروبوتكس انك تروح على روبوت من الموجودين في المختبرات وتقيس، تاخذ كل القياسات تبعت الروبوت. ايش مشروعكم مشروعكم تعملوه في الروبوتكس؟ تعمل زي ما تلاقي تطلع الديتش برامترز، تحل معادلات كلها. تمام اوكي. يعني مثلا انك تاخذ روبوت حقيقي وتعمل البنفيت هارتنبرغ نوتيشن تبعته، تحط كل البارامترز تبعته، بعدين نعمل له موديلنج بالسيم ميكانكس، بعدين تبني الدرايف عليه على كل واحده من الجوينتس هذول،
وهذا المحرك بعرفش يكون ستيبر موتور. انا حاطط هون ستيبر موتور، انا حاطه دي سي موتور، بس انت شوفوا ايش بتحب انك تستعمل. مثلا تستعمل هون دي سي موتور او سيرفو موتور. هلا سيرفو موتور بدك تعمل دي سي موتور مع فيدباك وتحوله لسيرفو موتور او ستيبر موتور. تحكم في البارامترز اللي موجوده هون. هذا مشروع يعني فكرته حلوه، في فكره جديده مختلفه شوي عن المشاريع الاولى العشره. اظن انه السيم ميكانكس اذا تدخل على السيم ميكانكس سبورتس كل الاشياء اللي كانت تعملها بسهوله في السيم ميكانكس. اخر واحد عندنا 12 رح نستخدم ستيبر موتور على سكان. ستيبر موتور على سكانر عندنا زي اللي هي هون ستيبر موتور. وهون عندنا سكرو. وانا بنحرك لود هون. نعمل موديلنج للكومبوننت كلها المختلفة الموجودة هون. ستيبر موتور. وهذا مثلا وزنه هون 2 كيلوغرام. في عندنا طبعا بيتش هون لهذا السكرو. هون كمان عندنا كمان هون راح يكون عندك الكينيماتكس كمان يوزر بروفايل. اخذت يوزر بروفايلز بالروبوتكس بدك تحطه في بروفايل معين.